الأدوات المستعملة في العمليات دي هي عبارة عن الدباسة وجهاز الكي والتروكرز. دي مصنعة من البلاستيك ومصممة للاستعمال مرة واحدة، وعشان نعلي درجة الأمان في العملية المفروض إن الأدوات دي تستعمل بالطريقة الصح، زي التوصيات اللي العالم كله بيعملها. كل الدول المتقدمة كلها بتوصي إن الأدوات دي تستعمل مرة واحدة لمريض واحد ولا يعاد استعمالها إطلاقا. ده طبعا بيرفع تكلفة العملية، لكن أنا رأيي إن الصحة أهم وأغلى من أي فلوس في الدنيا. الأزمة الاقتصادية اللي موجودة وارتفاع سعر الدولار وصعوبة الاستيراد، بقى الناس يعني في وضع اقتصادي ضاغط شوية، بيضطر البعض إن هو يعيد استعمال الحاجات دي في كذا حالة. طريقة إعادة استعمال الأدوات انتشرت في مصر جدا حقيقة، من كتر ما انتشر الغلط ده أصبح في تقبل عام له، وده للأسف مش صح إطلاقا. يعني قبل ما تاخد قرار العملية ما تدورش بس على التكلفة، ما تدورش بس إنك تختار التكلفة الرخيصة، فكر في صحتك، فكر في درجة الأمان، فكر في إن ربنا هيحاسبك على صحتك دي، وإحنا كأطباء ربنا هيحاسبنا عن طريقة استعمالنا للأدوات بالطريقة صح ولا مش صح.